رجعنا لكم من جديد ومكملين في فقرات بتاعتنا في حب مصر. ضيوفي اللي منورني في الاستوديو الاستاذ باسم نعيم المتحدث باسم الكنيسه. اهلا بيكم وكل سنه وانتم طيبين. اهلا بحضرتك. طيب وحضرتك طيب. والاستاذه حنان فاروق مرنمه. اهلا بيكي منوراني. والاستاذ سمير سامي مرنم وعازف. انا سامر سامح. سامح مش سامي. اهلا بيك. اهلا بيك منورنا. شكرا. منورنا. عايز ابدا معاكم على طول واسمع صوتكم. هتغنوا لنا للخير دايما تعمل يا الهي. اتفضلي. كتير بنستنى الخير لكن ربنا بيبقى شايله في توقيت معين. اكيد جاي. أمين. اكيد جاي. أمين. اكيد اكيد الخير هيجي. تعمل مع للخير.
للذين هم يحبون الله. يعني الله بيعمل دايما لخير الانسان، للانسان غالي على قلب الله. الله لما خلق الانسان خلقه على طبيعته وعلى صورته ونفخ من روحه. مبارك شعب مصر، مبارك هذا الشعب، لان العائله المقدسه زارت مصر وداس برجليه السيد المسيح، والعائله المقدسه هربت العائله المقدسه من بطش هيرودس ودخلوا الى ارض مصر. مصر ادخلوا مصر سالمين امنين، مصر بلدنا، مصر غاليه علينا، والله يقصد خير بالانسان، والله راعى مصر، ودايما مصر محفوظه وشعبها محفوظ بكل اقباط مصر، اقباطها بمسلمينها بمسيحيها، كلنا بنحب بعضنا البعض. اكيد في ثوره 30 يونيو كلنا انتفضنا عشان حسينا ان بلدنا كلنا بتروح مننا. الكنيسه كان ليها توجه او توجيه لابنائها مختلف، كان مثلا ما تنزلوش او انزلوا، او يعني كان توجيه، علمونا في الكنيسه ان احنا نحب وطننا. لما نحب وطننا، الوطن ده غالي علينا، عايش جوانا، مصر عايشه في جوانا، في قلوبنا وفي حياتنا. الكنيسه ليس لها اي توجهات، ما يقدرش توجه ده او ده، كل واحد من وطنيته، من محبته لبلده، وحس ان السياسه بتاثر على حياته، فنزل علشان يعبر، علشان يشيل الغمه ويشيل الفساد، ونبدا بدايه جديده بحياه جديده بامان جديد ببدايه جديد. هو بدايه 1000 ميل بخطوه، المتسابق لما بيبدا وربنا بيكمل. احنا نزل الشعب علشان يعبر عن اللي جواه. ملايين نزلوا، ملايين اكتر من 30 مليون نزلوا يعبروا عن الفساد اللي حصل في الماضي، عشان خوفنا، عشان طبعا خوفنا على بلدنا. ايوه طبعا، الوطن ده غالي علينا. اكيد. وكان مره واحد قال جمله حلوه، اذا ما كناش ننزل لاجل وطننا، هننزل للاجئين بقى، يعني طبعًا. مصر هتتخطف مننا طبعًا. مصر غاليه علينا وعايشه جوانا. اكيد. هتسمعونا ايه تاني؟ انا مش عايزه، يعني عايزه اشبع منك. تختار وتفكر، تعالى لي انا عندي حلول. ربنا بيقول لنا كلنا كمصريين في عندي 1000 حل او مليون حل. ربنا قادر ان هو يرفع البلد دي، بس كل طلبتي النهارده ان احنا كلنا كشعب واحد نصلي من اجل مصر، نصلي من اجل حكومه بلادنا، نصلي من اجل رئيس بلادنا، الرب يرفع البلد دي، ما نرجعهاش لورا. يعني ربنا حطنا خلاص على الخطوه اللي قدام، ما ينفعش نرجع لورا. نصلي ونشتغل. طبعا نصلي ونشتغل، لازم فعلا. الصلاه من غير ان احنا نقوم ونشتغل مش هتقوم بدورها المطلوب. أكيد. العمل عباده. طبعا. اكيد في حاجه ايجابيه في حياتنا. لازم. اكيد. يلا نفسي اشارك لو في وقت. اتفضل. الترنيمه الجايه بتقول تحتار وتفكر تعالالي. في ايه مكتوبه عندنا في الكتاب المقدس بتقول من لا يحب لا يعرف الله لان الله محبه. من لا يحب لا يعرف الله لان الله محبه. فسلوك حياتنا لازم يكون الحب. عشان كده الترنيمه الجايه بتقول كده، لو حتى اخواتك واصحابك في الدنيا سابوك وما حدش خبط على بابك، الله بيقول لكل حد فينا انا برضو ابوك، هعرف اكفيك وارتبها. تتفاجئ قوي من ترتيبها، اصلا انا بالتوقيت بحسبها، ما انتاش متروك. الصلوه دي والترنيمه دي والتسبيحه احنا بنصليها واحنا في الاستوديو لكل اللي بيسمعونا دلوقتي، انه الله يوصل لكل حد فينا محروم، والله يوصل لكل حد فينا فقد الحنيه، والله يوصل لكل حد فينا فقد انه ملوش ناس. بيقول كده، لو حتى اخواتك واصحابك، حتى لو كانت اقرب الناس ليك في الدنيا سابوك وما حدش خبط على ابوك. انا تعرن بالترنيمه دي، ونفسي كمان لو انت تعرف تقول معانا قول معانا وانت بتقول، حتى ان كنت محتار لكن انا برضو ابوك. نسمع. لو حتى اخواتك واصحابك في الشدة سابوك وما حدش خبط على بابك انا برضو ابوك، هعرف اكفيك وارتبها، تتفاجئ قوي من ترتيبها، هعرف اكفيك وارتبها، تتفاجئ قوي من ترتيبها، اصل انا بالتوقيت
بحسبها ما انتش متروك، ما انتش متروك. يلا قول معانا ترنيمة الحالية. تحتار وتفكر تعالالي انا عندي حلول، اترك اترك مشكلتك والهالي انا بيك مشغول. تحتار تحتار وتفكر تعالالي انا عندي حلول، اترك مشكلتك قولها لي انا بيك مشغول. حضر عالبحر هيا جانو والعدو يسكت جوا لسانو، حضر عالبحر هيا جانو والعدو يسكت جوا لسانه. تخطيطي هيظهر يا وانو وانا المسؤول، اترك مشكلتك والهالي انا بيك مشغول. يلا قول معانا العدد الجاي ده، سيب المستقبل تعاليا هملا انا شير، اوعك تنسى انك لك فيا كل المواعيد، سيب المستقبل تعاليا هملا انا شير، اوعك تنسى انك لك فيا كل المواعيد. يلا اعلن، انا حاطط انا حاطط ايد على حياتك، عارف داري باحتياجاتك، انا حاطط ايد على حياتك، عارف داري باحتياجاتك، بس اظبط على وقت اوقاتك تتملي بالنور، تتملي بالنور. هشاور لك على سكة، هشاور لك على سكة مشيها هديك النور، هديك النور. اتلذذ بيا تعديها وتعيش مسرور. يلا قولها مرة كمان، هشاور لك على سكة مشيها هديك نور، اتلذذ بيا تعديها وتعيش مسرور. يلا استقبل من الرب. انا حاطط ايد على حياتك، عارف داري باحتياج، اعلنها. انا حاطط ايد على حياتك، عارف داري باحتياجاتك، بس اظبط على وقت اوقاتك تتملي بالنور، تتملي بالنور. لو حتى اخواتك، لو حتى اخواتك واصحابك في الشدة سابوك، ومحدش خبط على بابك، انا برضو ابوك. يلا اسمعها، لو حتى اخواتك واصحابك في الشدة سابوك، ومحدش خبط على بابك، لأجلك هعرف هعرف أكفيك وأرتبها، تتفاجئ قوي من ترتيبها، هعرف أكفيك وأرتبها، تتفاجئ قوي من ترتيبها. أصلاً أنا بالتوقيت بحسبها ما
ما انتش متروك، ما انتش متروك متروك. الانسان مش متروك، الانسان غالي على قلب الله. والله يعني كنت فتى والان شخت، لم ارى صديقا، لم تقلي عنه ولا يلتمس لها خبزا. الله حافظ الانسان، والانسان غالي على قلب الله. الانسان مش متروك، مش متروك، بل الله عينه عليه وهيكفيها، وهو اللي بدأ بينا هو هيكمل. بس لازم الانسان كمان يبقى عينه على ربنا. طبعا طبعا، جميل، كلمه جميله جدا. اكيد كل الذين نظروا اليه استناروا ووجوهم لم تعجل. ابص لربنا، يعني ربنا هيشبعني وهيكملني ويسدد احتياجاتي. الكلمات كلها يعني فيها حب لربنا كبير، وتحفز اي حد ان هو يحب 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 الحياه كلها في المطلق. قلت كلمه جميله جدا، عينينا تبقى على ربنا. دي كلمه عجبتني جدا. طول ما انا عيني على الكامل العظيم الجميل اللي بيحب الناس وصابر عليهم وساكت ومتأني وبيسامحنا وبيدينا فرص، طبعا شيء طبيعي عيني عليه هتعلم منه كل حاجات حلوه. أكيد. فربنا يخلي عينينا كلنا بتحول على ربنا. اكيد. مشكورك جدا. هو يعني احنا وقتنا قليل قوي، لو في ترنيمه صغيره نختم بيها بس. يعني ترنيمه صغيره بس انا بحبها حتى لو هي اتكررت اوكي، هي بس صغيره. أوكي. هشكركم وهسيبكم مع هسيب بقى تختم الختام معاكم. بشكر اشكركم بس الاول اشكركم نورتوني وشرفتوني. شكرا استاذ باسم. صح، شكرا باسم نعيم، استاذ باسم، وشكرا استاذ سامر واستاذه حنان. شكرا نورتوني. سيبكم مع الترنيمة. بشكركم أعزائي المشاهدين، دي كانت حلقتي من ساعة صبحية. يا رب تكونوا استفدتم منها، يا رب تكونوا استمتعتم بالترانيم اللي قدمناها. أشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي، وإلى اللقاء. شعبنا يا أجمل شعب، أجمل شعب، متبركين بالأرض الغالية وبنبركين بكلام الرب، بكلام الرب. مصرنا يا أم الدنيا، شعبنا يا أجمل شعب، أجمل شعب، متبركين بالأرض الغالية وبنبركين بكلام الرب، بكلام الرب. ليك سلام من قلب الله، كون يا بلدي أرض السكنة. ليك سلام من قلب الله، كون يا بلدي أرض السكنة. كون في خير وانت في رضا، سيري بنور وجه الله. كون وجه الله، وارتاحي وافرحي وافتحي قلبك لله. يد الله، يد الله تحميك يا بلدي وترسي كالمرة دي على مرسى حب الأبدي، ينسيكي تعب الماضي، تعب الماضي. يا انت الله تحميك يا بلدي وترسي كل مره دي على مرسى حب الابدي، ينسيكي تعب الماضي، تعب الماضي. ليك سلام من قلب الله، كون يا بلدي ارض السكنة. ليك سلام من قلب الله، كون يا بلدي ارض السكنة. كون في خير وانت في رضا، سير في نور وجه الله. كون في خير وانت في رضا، سير في نور